برنامج ما وراء الحدث نخصصه اليوم مع ضيوفنا للتركيز على إشكالية الإشهاد المائي الذي يعاني المغرب منه وضرورة التعبئة المجتمعية لتدبير هذه الثروة بصورة استعجالية. التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أكد على عدم تنزيل مجموعة من البرامج التي تهم تثمين السدود بما يوضع على المغرب 400 مليون متر مكعب من الماء سنويا. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد ألحاج وهو مهتم بقضايا البيئة والمناخ. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك يا أستاذ جوار. أهلا بك. كما يسعدنا أن ينضم إلينا لاحقا الأستاذ محمد بن عبو وهو خبير في المناخ والتنمية المستدامة ومهندس فلاحي من سيدي قاسم. أهلا وسهلا بك معنا كذلك. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ المصطفى العسات وهو خبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ من الرباط. أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم الأستاذ محمد ألحاج. نحن نتحدث اليوم عن ملف شائك صعب جدا لأنه يتعلق مباشرة بالحياة بالمعيشة اليومي لنا جميعا. إلى أي مدى المعطيات والأرقام المتوفرة اليوم تقلقكم أنتم كخبراء في هذا الاختصاص؟ وبالفعل كما جاء في يعني في التوطئه ديالك استاذه جوهرة يعني قبل بضعه ايام يعني كان هناك تقرير سنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنه 2022 2023، وهو كما كان الحال يعني ماشي تقرير خاص بالمسائل ديال المناخيه او المساله الماء، ولكن هو تقرير سنوي يعني كيتطرق للمجموعه ديال القضايا وفي اطار يعني المهام اللي كيطالع بها المجلس الاعلى للحسابات يعني وفقا للمواد الدستور خصوصا الماده 148 واصلا يعني وايضا ب رجوع على مقتضيات القانون المتعلق بالمحاكم الماليه. التقرير ديال هذه السنه اللي جا في اكثر يعني من 350 صفحه طرق لواحد العدد ديال الفصول، حوالي 7 ديال الفصول، ومنها بعض الفصول المعنيه بالقطاعات الانتاجيه والبنيات الاساسيه واللي فيها جاء التطرق لهذه المساله ديال السدود فعلا. وهذا كيجيب تزامنا كما شفتوا هذا يعني هذا الصباح يعني من بعد يعني المجلس الحكومي التصريح ديال السيد وزير التجهيز والماء واللي اعطى اشارات مقلقه حول المساله ديال الحقينه ديال السدود وحول المساله ديال الجفاف. كنا كنعرفوا بان المغرب يعني في السنوات الاخيره خمس ست سنوات الاخيره هناك يعني حده ديال الجفاف اللي كيمتاز بقله التساقطات او عدم انتظام ديال التساقطات، وهو اللي جا يعني في كتلخيص او كملخصات ديال التقرير ديال المجلس الاعلى الحسابات. وجستمو يعني في المساله ديال فيما يخص التثمين ديال السدود هناك خلاصات او لا توصيات ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي جات حتى هي باش تجبد ذاك لا سونيت دالارم كما كنقولوا بان المغرب دخل في واحد الاجهاد مائي غير مسبوق، يعني مع ان المغرب كما كنعرفوا منذ خمسه او ستة ديال العقود تابع واحد السياسه اللي كانت سياسه ناجحه في المساله ديال السدود، الا انه مع تسارع ديال تغير المناخ رجعنا كنشهدوا بان مازال اشكاليات كبيره متعلقه بالماء وفي جميع المناحي ديالها. ملي كنهضروا على الماء كنهضروا على المساله ديال الديغيغلومون ديال لي بريسيبيتاسيون، كنهضروا على الحقينه السوس او لا نقولوا المخزون المائي، كان في المقابل هناك ارتفاع ديال الطلب ديال اما الماء الصالح للشرب او لا السقي او لا حتى في المجال الصناعي، يعني ارتفاع الطلب على الماء. ومن الخلاصات اللي جات في التقرير ديال المجلس الاعلى الحسابات هناك يعني تعثر كبير في واحد العدد ديال المخططات والبرامج اللي طلقتها ديال الدوله منذ يعني اكثر من عقد من الزمان، حيث كنتكلموا على الاستراتيجيه الوطنيه للماء 2009 2030، كنهضروا ايضا على المخطط الوطني للماء 2010 2030، واللي هي كما كان الحال مخططات ولا استراتيجيات كانت مخططات طموحه واللي كانت رسمات يعني واحد الاهداف جد جد طموحه، اما في المجال ديال انشاء السدود، في المجال ديال الحفاظ على الموارد المائيه، في المجال ديال الاستجابه للطلب يعني عبر توفير العرض ديال الماء، او لا في المجال ديال
كما كنقولوا لا غاسيوناليزاسيون ديال ليتيليزاسيون ديال الماء، العقلان ديال الماء. وهناك كما كان الحال في واحد الوقيته كانت الاستراتيجيات الوطنيه يعني قبل عقود كنا كنمشيو في المساله ديال توفير يعني الموارد المائيه التقليديه. مع التغير المناخ يعني رجع من الواجب، وهذا حتى هو نهج اللي تبعته يعني السياسات الحكوميه المتعاقبه، السياسات ديال البحث عن اللي كنسميوه بداك لي زونو كونفونسيونيل، الموارد المائيه الغير تقليديه، منها تحليه الماء واللي هو برامج اللي بداها المغرب يعني منذ اكثر من 30 سنه، وهناك البرامج المتعلقه باعاده استعمال الماء الى غير ذلك. التقرير يعني جاء كما قلت في الاول، هناك واحد العدد ديال لي سونيت دالارم في واحد المناحي متعدده، واللي نقدر نلخصها خصوصا بتعثر البرامج والاستراتيجيات يعني اللي ترسمت، ولكن ايضا وربما هذا هو العنوان اللي اختاره المجلس الاعلى للحسابات لهذا الملف، هذا هو انعدام التنسيق وتعدد المتدخلين في هذا المجال. فعلا الاستاذ محمد بن عبو تسمعني الان؟ استاذ محمد بن عبو، طيب امر الاستاذ مصطفى العيسات. اهلا وسهلا بك. مرحبا. اهلا بك. قبل ان نتقدم في النقاش نريد ان نتوقف عند الوضعيه الحاليه للسدود، كيف تبدو لك؟ نعم، الوضعيه الحاليه للسدود بالمملكه المغربيه هي وضعيه غير مسبوقه، اذ حقينا السدود الكبرى كسد ام ربيع وسد الحسن الثاني وسد الحسن الداخل تصل الى 15 حتى 20%، سد سوسمه السد العراقي يوصل الى 11%، وهي ارقام لم يسبق لهذه السدود ان سجلتها طيله 30 سنه السابقه، مما يؤكد على حاله الاجهاد المائي التي تعرفها المملكه، كما جاء في تعقيب الاخ الذي سبقني في هذا التدخل. اليوم تقرير المجلس الاعلى للحسابات تكلم على نجاعه السياسه المائيه في المغرب، والتي اثبتت ان هناك نقائص عديده تتجلى في عدم وصول الى سقف تعبئه 1,700,000,000 متر كوب في حدود 2022 للوصول الى حد ادنى ديال 270 مليون متر كوب مكعب، مما يؤدي الى ناقوس الخطر فيما يخص الامن المائي في المغرب، كما جاء على لسان وزير نزار بركة اليوم ان الحاله مقلقه وتتطلب وضع استراتيجيه استعجاليه من اجل تسريع الاوراش الكبرى المتعلقه ببناء السدود، متعلقه بتحليه محطات مياه البحر التي لم نصل الى السقف المأمول في الوصول الى التوازن فيما يخص المياه السطحيه والمياه الجوفيه التي تشكل 97% من تغطيه الحاجيات الوطنيه من المياه الصالحه للشرب والمياه السقي والمياه الموجهه للقطاع الصناعي، اذ لا تشكل الان المياه التي يتم تحليتها الا نسبه 3%، ونحن نتوفر على شريطين ساحليين بالاف الكيلومترات. نعم هناك تكلفه مهمه لبناء المحطات تحليه المياه، لكن تاخر في الزمن التنموي يساهم في المزيد من تعزيم الوضعيه المائيه في المغرب. طيب الاستاذ محمد بن عبو، ما هي الاكراهات التي تواجه اليوم السدود؟ اخ جوهر على الدعوه، بالطبع كنتكلموا على السدود ودائما ما كيمشي بالنا التوحل ديال السدود او التبخر ديال المياه بشكل كبير نظرا للظروف المناخيه اللي تعيشها المملكه، خصوصا اننا ولينا كنعيشوا الايقاع ديال موجه الحراره بشكل مسترسل بشكل متتالي، يعني ما ان تنتهي موجه الحراره حتى تبدا موجه احار اخرى، وما بقاش مرتبطه بفصل الصيف فقط، بل العكس من ذلك ولينا كنقدروا نعيشوا موجه حر حتى في شهر نوفمبر او اكتوبر او شتنبير. بالتالي اليوم كنتكلموا على الاكراهات اللي كتقدر تواجه السدود في وفق ما جاء به التقرير ديال المجلس الاعلى
الحسابات السدود اليوم يعني معظمها تأخرت في إنجازها. نتكلم على الفترة التي تهم 2010-2020، كانت هناك تقديرات أو دراسات جدوى اللي أعطت التكلفة اللي هي أكثر من المنتظر، وكانت هناك سدود اللي تم وضعها ماشي في مكان الصحيح، مثال السد ديال وجد السلطان بإقليم الخميسات اللي كان من المنتظر أنه يزود مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب نظرا لقلة التساقطات ولا الندرة ديالها أو عدم الانتظام ديالها. السد ما عرفش يعني الطريقة ديالو بالطريقة الصحيحة، وبالتالي حتى المشروع ديال الربط بين مدينة مكناس وهذا السد هذا نموذج ديال مجموعة من السدود اللي أن خدينا وقت كبير في دراسة الجدوى أو في الدراسات التقنية، وفي الأخير إما ما كيتمش إنجاز عدد كبير من المشاريع أو عندما ينجز في أماكن اللي ما بقاش كتعرف أمطار بـ 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 يعني بالكميات اللي كنا كنعرفوها في الستينيات أو السبعينيات القرن الماضي. وهنا يعني كتميز هذه الدراسات التقنية بمدى ملائمتها للسيناريوهات أو الإسقاطات المستقبلية، لأن الأمطار أو الثلوج اللي كنستعرفها المملكة خلال العقد الماضي أو خلال السبعينيات أو الثمانينيات القرن الماضي ماشي هي الأمطار اللي كنعيشوا اليوم. كنشوفوا نحن اليوم في يعني أواخر شهر دجنبير وأواخر فصل الخريف، والمملكة لم تستقبل سوى 21 ملم في معدل 3 شهور، وهو رقم قياسي وخطير في نفس الوقت. يحيلنا لأن شوف الإمكانيات المائية اللي كنتوفروا فيها خلال السنوات القليلة الماضية، غير هذه واحد 5 سنوات 2018 كانت حقينا ديال السدود تسجل في مثل هذه المرحلة هذه ما يفوق 40 أو 50%. نسبة حقينا السدود كانت جد مرتفعة، خصوصا في حوض ديال أم ربيع. حوض أم ربيع محدو هو في عد تنازل نسبة الماء ديالو، كنتكلموا على السد ديال بين الويدان وسد المسيرة، من أكبر السدود على صعيد المملكة من بعد سد الوحدة. السدود هذه هي سدود اللي هي شبه فارغة، ضيف على ذلك سدود أخرى على مستوى الحوض ديال سوس ماسا، سد عبد المؤمن، سد يوسف بن تاشفين، كلها سدود التي تزود المناطق المجاورة والحواضر والقرى والدواوير والمضاشف على الجبال بماء صالح الشرب، وبالتالي كل مكان هذا يعني هذا الإكراه ديال التزود بالماء صالح الشرب، كل ما قلت يعني الأمطار والموارد المائية كل ما كيولي هذا المؤشر ديال الأمن المائي يقل شيئا فشيئا، حتى الإنتاج للطاقة الكهربائية أخت جوهرة تأثر هو الآخر اللي عنده مصدر ديالو مصدر هيدرولوجي. طيب أستاذ الحاج، عندما نتحدث عن السدود هناك من يذهب إلى المياه الجوفية، كيف هي حالتها اليوم؟ هل هي كذلك في تراجع؟ هل هناك اليوم مراقبة لهذه المياه الجوفية؟ من طبيعة الحال يعني قبل الإجابة على السؤال كنظن من المفيد أننا نعطيو بعض الأرقام اللي ربما تعطينا نقيموا الحالة الفعلية للموارد المائية. هو المغرب يعني دولة اللي كتعرف واحد التساقطات يعني مطرية مهمة، راه كتقدر بحوالي 140 مليار متر مكعب في السنة، الا ان هاد 140 تقريبا جلها كيمشي يعني كيمشي للبحر كيمشي للويد. شنو اللي كنشدو شنو يعني شنو اللي كتبقى يعني كمخزون، اما مخزون سطحي يعني في السدود او لا مخزون جوفي؟ كنتكلموا على حوالي 22 مليار متر كوب. الحقينه ديال السدود اللي عندنا في المغرب كتمثل حوالي 18 مليار متر كوب، وكما جاء في السؤال ديالك المساله ديال يعني الفرشات الجوفيه كتمثل حوالي 4 ديال المليار متر كوب. يعني نقدروا نقولوا حالي واحد النسبه ديال يعني الفرشات الجوفيه 4 على 22 كنهضروا على واحد 20% تقريبا كتمثلها يعني المخزون المائي في الفرشات المائيه. ربما جاء في المداخله قبيله ديال سي عبو هناك رقمين حتى هما يعني مهمين تكلموا عليهم، وهو يعني اخر يعني الاحصائيات، ربما هذا وزاره جهاز الماء كتسهر على الاحصائيات الحقينه السدود بشكل يومي. يعني الاحصائيات ديال هذا النهار كنتكلموا على اقل من 24% كمخزون مائي في السدود الكبرى حوالي 60 سد، ولكن بالخصوص هاد السدين اللي تكلم عليهم سي بن عبول سد المسيره المخزون ديالو هذا النهار كيقل على 1% هو من السدود الكبرى، حيث ان لا كاباسيتي ديالو حوالي 2.6 مليار متر كوب، وهذا النهار كنتكلموا على اقل من واحد، يعني بحال كنتكلموا على واحد السد شبه فارغ. السد الاخر اللي هو سد بين الويدان اللي تا هو السدود ربما
ثالث اكبر سد في المغرب، الحاقنه ديالو لا تتجاوز 5% من السعه ديالو. وجوستومون في يعني في التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات جات هناك ان عدم يعني تثمين السدود وعدم القيام واحد العدد ديال البرامج اللي كتكلم على المساله ديال تثمين السدود والصيانه ديالها، وايضا عدم يعني تفعيل واحد العدد ديال البرامج من اجل استغلال جل يعني المستويات ديال المياه اما في الفرشات الجوفيه او لا في السدود. من جمله ما جاء في التقرير بطبيعه الحال ديال المجلس الاعلى للحسابات، كما كنقولوا هناك تاخر في واحد العدد ديال البرامج، ربما يعني ابان اعداد هذه الاستراتيجيات وهذه المخططات الفاعل يعني الحكومي او المسؤول على القطاع كيكون عنده يعني كيدفعوا واحد الطموح لتلبيه واحد الطلب متزايد على هذه الماده الحيويه دون يعني وضع بها الاعتبارات يعني القدرات الماليه، لان كما غادي نجيو ونشوفوا مره اخرى في هذا التقرير بان اغلب التعثر ديال اغلب البرامج المخططات كنعزيوه في الغالب اما التعذر توفير يعني الموارد الماليه اللازمه من اجل تعبئتها من اجل يعني القيام هذه البرامج، والا وهذا حتى هي من الاشكاليات الرئيسيه اللي ربما نقدر نتكلموا عليها، وهو ملي كنتكلموا على السدود المساله ديال العقار راه هي حتى هي مساله ضروريه، راه واحد العدد ديال المشاريع المتعلقه بانجاز السدود كتعرف تاخر سنوات وسنوات غير لاننا ما كنقدوش نعبئوا ذاك العقار، لان ملي كنتكلموا على السدود كنتكلموا على نزع الملكيه، كنتكلموا على لو ديبلاسمون ديال دواوير وسكان من مناطق اللي غادي يدار فيها السد الى غير ذلك. ولكن ايضا نقدروا نتكلموا بان حتى الاختيار ديال الموقع ديال السد ربما ما كدارش بدراسات، وهذه يعني هذا التقرير المجلس الاعلى للحسابات اللي كيقولوا ما كدارش دراسات يعني دقيقه من اجل اختيار المواقع الملائمه من اجل يعني انجاز هذاك. هناك كذلك تقلبات مناخيه استاذ الحاج، ما يمكن ان يكون مناسبا اليوم لن يكون كذلك بعد 10 سنوات. بطبيعه هذه المعضله فيها جوج ديال 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 المسائل، كاين فيه ما هو بشري وما هو موضوعي وعنده علاقه بالحكمه والتدبير، وهو هادشي اللي كنت كنتكلم عليه والبرامج الى غير ذلك. ولكن بطبيعه الحال كلنا كيعرف بان هناك مسائل يعني عندها علاقه بتغير المناخ، عندها علاقه بالطبيعه، وهذا ربما لان كما قلت كاين المخطط الاستراتيجيه الوطنيه 2010 2030، ودابا راه ديجا بدينا كنتكلموا على واحد المخطط جديد ديال 2020 2050. ربما يعني هذا مشروع اللي راه يعني قيد الانجاز، ربما في التقرير كيتكلموا بان الصيغه النهائيه راها قيد الانجاز. هذه الخطه تنبهت بان التسارع ديال التغيرات المناخيه كيأثر على هذيك البرمجه ديال السدود الى غير ذلك، مما كيستدعي الاخذ بعين الاعتبار هذا التسارع كما قلت التغيرات المناخيه، لان حتى المسائل الطبيعيه والتغير المناخ حتى هو كيزيد يستفحل يعني هذه المعضله ديال هذا الاجهاد المائي. طيب الاستاذ بن عيسى، كذلك الاختيارات الفلاحيه لها نصيب في هذه الاسباب التي اوصلتنا الى هذه الوضعيه، اليوم مطالب اليوم باعاده النظر في الاختيارات الفلاحيه في المنتوجات الفلاحيه التي تهلك الكثير من المياه وكيفيه الرد كذلك، هل هناك مقاربه جديده لمواجهه هذه التحديات الكبرى؟ نحن نتحدث عن جفاف مستفحل منذ 5 سنوات تقريبا والحاله تسوء سنه بعد الاخرى. نعم، تحول في السياسة الفلاحية خلال ال 15 سنة الماضية من إنتاجات فلاحية معيشية بالدرجة الأولى إلى إنتاجات تصديرية تعتمد على الفواكه المستهلكة للمياه، خصوصا في مناطق تعرف شحا في المياه كالمناطق ديال الجنوب، استنزفت الفرشة المائية واستنزفت كذلك مياه السدود. إذا اليوم الجميع النداءات اللي أطلقتها الخبراء في قمة المناخ، التوجه نحو الزراعات الذكية مع المناخ، كما أشار التقرير ديال المجلس على الحسابات أن اليوم إذا فشلنا في البنيات التحتية لم نصل إلى العدد ديال حتى 53% من بناء السدود، وكذلك فيما يخص التأخر في مشروع الركب الأنابيب الذي تأخر في رفوف القطاعات الحكومية الوصية خلال أزيد من 10 سنوات، وبعد التدخل الملكي في خطاب افتتاحي للبرلمان اللي دعا إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية للماء وتم رفع الميزانية إلى 44 مليار درهم
للاشتغال على ست مستويات: مستوى بناء السدود الكبرى لتحصيل الرقم مليار فاصلة سبعة مليون متر مكعب في أفق 2030، وكذلك التوازن في السياسة المائية ببناء محطات جديدة لتحلية المياه، إذ 12 محطة لتحلية المياه ليست كلها صالحة للمياه الشرب والمياه الفلاحية، جزء منها يستعمل في المكتب الشريف للفوسفات في مجالات الصناعية، وبالتالي علينا أن نؤمن المدن الساحلية فيما يخص الاحتياجات المائية مستقبلا. كذلك تسريع وتيرة الربط بالأنابيب لتفادي الهدر المائي التي تعرفه المناطق الأوفر ماء، وهي المناطق حوض اللوكوس والمناطق الشمالية، مليارات من الأمتار المكعبة تذهب هدرا للبحر. اليوم وصل هذا المشروع طريق السيار إلى حوض سبو في انتظار الالتقاء مع حوض أم الربيع وكذلك حوض تنسيفت لتغطية حاجات أزيد من 15 مليون ديال الساكنة اللي غتكون مهددة في أمنها المائي في السنوات المقبلة، كما جاء في تقرير السيد الوزير أن مدن سيتم قطع المياه الشرب عنها إذا بقيت حالة الأمطار وحقينة السدود على حالتها الحالية لا قدر الله. كذلك نتكلم على ما يصطلح عليه التلوث الصناعي وحماية المياه الوطنية ومياه الأنهار ومن فاجعات التلوثات الصناعية كما وقع مؤخرا في التسرب الذي وقع في طنجة من أحد المصانع ديال النسيج. فاليوم الحفاظ على جودة المياه هي تفعيل للمؤسسات الرقابة للمياه الجوفية والمياه السطحية. إذن هناك تقييم يلقي اللوم على السياسة الحكومية في التأخر في مجموعة الأوراش. كذلك نحتاج إلى تسريع محطات معالجة المياه لكي نوفر المياه الصناعية من مجموعة من المحطات ديال المياه العادمة اللي كتمشي كذلك للبحر، وبالتالي نخفف على المخزون المائي الجوفي والسطحي، لأن اليوم الماء في السنوات المقبلة سيصبح عملة نادرة في التقلبات المناخية التي تعرفها جزء كبير من مناطق العالم، والتوجه نحو إجهاد مائي كذلك سيلقي بظلاله على الأمن الغذائي والأمن الفلاحي، مما يتطلب إعادة التفكير في بدائل جديدة تستطيع أن تتأقلم مع ندرة المياه وكذلك توفر منتوجا أوفر لتغطية حاجيات ساكنة ستفوق 40 مليون نسمة في السنوات المقبلة. طيب الأستاذ بن عبو، عندنا اليوم تجربة في ربط الأحواض المائية، ما هي المشاريع المقبلة في هذا الاتجاه؟ ما هي الشروط التي يجب أن يتم مراعاتها كذلك من أجل أن تكون هناك عدالة مائية كذلك؟ طبعا عندما نتكلم عن العدالة المائية فهو التوزيع العادل للماء عبر التراب الوطني، وهذا ما تهدف إليه هذه التجربة الناجحة والرائدة اللي قام بها المغرب اليوم، ولو جاءت متأخرة حسب تقرير ديال مجلس الحسابات، لأن الدراسات التقنية ودراسات الجدوى لربط من الأحواض المائية كان المفروض هذه المشاريع أن ترى النور خلال 2016-2017. لله الحمد أنها أعطت الانطلاقة ديالها في أواخر شهر سبتمبر الماضي. اليوم نحن في المرحلة ما بين الحوض المائي السابو والحوض المائي الأبي القراق في انتظار إعطاء انطلاقة دراسات الجدوى ودراسات التقنية للربط بين الأحواض المائية التي تقع في سافلة حوض أبي القراق. نتكلم عن الحوض المائي لأم الربيع الذي يعاني كثيرا جراء التغيرات المناخية وجراء التلوث كذلك، ونتكلم عن ربط المرحلة الثالثة إلى حدود حوض تنسيف. نعلم جيدا أن هذه العملية هي عملية تقنية جدا، لأن معظم المياه كانت تذهب سابقا كما تكلم الدكتور، يعني معظم المياه أو مجملها تمشي مباشرة إلى البحر أو إلى المحيط، وبالتالي اليوم تحويلها نحو الأحواض المائية التي تعرف عجزا كبيرا أو قلة الموارد المائية هو من المنطقي جدا من أجل تحقيق هذه العدالة المائية، وبالتالي طيب أستاذ بن عبو بالنسبة إليك
حسب الأرقام والمعطيات المتوفرة، ما هي المناطق التي تحتاج اليوم تدخلا سريعا؟ طبعا باستثناء المنطقة الشمالية الغربية التي تعرف وفرة في المياه نسبيا، نتكلم عن المنطقة ديال حوض لوكوس ومنطقة حوض سابول اللي تتعرف نسبيا يعني هاد الوفرة حسب الأرقام، ولكن حسب المنطقة أو حسب المساحة فالحوض سابو يعتبر من بين الأحواض المائية الأكبر مساحة، لأنه كيبدأ من سافلة تازة من يعني من شمال فاس إلى حدود قناة الرو، وبالتالي فهو يغذي المنطقة ديال الغرب ديال يعني القرب النابض الفلاحة بالمغرب، عندما يلتقي يعني النهر سابو مع نهار ورغا فهو يعني وفرة ديال المياه، وبالتالي نتكلم عن حوض من الأحواض الكبيرة مساحة ووفرة في المياه، وبالتالي نتكلم عن حوض لوكوس الذي المنطقة الشمالية الغربية اليوم حتى في السيناريوهات المستقبلية لعلماء المناخ يترقبون أن هذه المنطقة هي التي ستبقى بين المناطق الأكثر رطوبة لاستقبالها لعدد كبير أو الكميات الوافرة من الأمطار، وهذا اللي سجلنا هذه السنة، هذه هذا نموذج ديال النتائج المناخيه الاكثر حده اللي كيعيش العائقه على المغرب اليوم. اليوم كنشوفوا المنطقه ديال طنجه لوحدها خلال الفتره اللي كانت هناك امطار معتدله في معظم المناطق ديال المملكه المغربيه، منطقه طنجه، تطوان، شفشاون، وزان، العرائش، كلها مناطق اللي فاقت فيها نسبه ديال التساقطات المطريه خلال تلك الفتره 200 ملم، وكانت يعني كميات وافره، ولكن للاسف كما قلت معظمها يذهب مباشرة إلى المحيط الأطلسي أو إلى البحر الأبيض المتوسط لقلة السدود، أو لأن الوفرة ديال المياه كتكون بعض المرات أننا يعني نقوم بتصرفها على وجه السرعة يعني وقاية من الفيضانات أو من الكوارث الطبيعية. نعلم جيدا أن السدود الدور ديالها دائما يكون يعني في الدور الأساسي والأولوي هو الحماية للحواضر والقرى من الفيضانات من الكوارث الطبيعية، ويبقى الدور الثاني والثالث هو يعني توفير هذه المياه وجمعها من أجل السقي ومن أجل تحقيق هذا الأمن المائي، يعني ضبط بشبكة ديال الماء صالح للشرب وآنذاك إنتاج الطاقة الكهربائية في المرحلة الثالثة، وبالتالي هي سياسة مائية اللي يعني وفرت للمغرب وجنبت المغرب عدد كبير من الكوارث خلال العقود الماضية. الظرفية المناخية اليوم هي غير هذه الظروف اللي عاشتها المملكة خلال سبعينيات القرن الماضي أو الثمانينيات القرن الماضي. طيب الأستاذ الحاج، هناك اليوم بدائل، ما هي البدائل المتوفرة في الحالة المغربية؟ هل التكلفة المرتفعة مثلا لتحلية المياه هل يمكن دفعها اليوم؟ هل هناك توجه نحو هذه البدائل؟ فعلا هي حتى المساله ديال التحويل ديال الموارد المائيه من احواض الاحواض حتى هي هذه راه من الحلول البديله، كما قلت انا الاستراتيجيه الوطنيه المغربيه يعني منذ عقود كانت مركزه بالخصوص على المساله ديال الموارد المائيه التقليديه، هي السدود، هي الفرشات المائيه، ولكن يعني منذ عقود بدا التفكير في الحلول البديله، ومنها هذا الشيء ديال لو ترونسفير. وربما غير تعقيب على ما جاء في الاستاذ الكلمه ديال الاستاذ عبو، حتى ولو ان المنطقه الشمال يعني الحوض المائي اللوكوس كيعرف تساقطات مائيه كبيره، الا انه يعني اون تيرم ديال المخزون المائي راه معظم السدود يعني في جهه الشمال راه الحقينه ديالها راه تقريبا اقل من 16-17%، ما نتكلموش ربما على سد واد المخازن اللي ربما ما بين جوج جهات، راه لو لم يتم يعني الربط ديال سد دار الخروفه يعني منطقه العرايش اللي كان مخصص في البدايه للسقي، لو لم يتم ربطه بالمنظومه ديال الشبكه ديال الماء الصالح للشرب مدينه طنجه، راه كانت المدينه ديال طنجه السنه الماضيه كانت غادي تعرف واحد الانقطاع ديال مهول ديال الماء، وربما كنا غادي نرجعوا الاشكاليه او المعضله اللي وقعت فيها المدينه ديال طنجه ربما في سنه 95 او 96، كان هناك تاخر في اطلاق واحد على ما اعتقد كان السد ديال 9 افريل، واللي خلى المدينه رجعت الى بغينا كنقولوا كنجيبوا الماء بالباطو، ربما الناس الساكنه ديال طنجه راه كانت عاشت هذه المناسبه. اضافه لهذه المساله ديال تحويل الماء، ربما كانت تجربه ناجحه يعني الشطر الاستعجالي ديال نقل الموارد المائيه من الحوض ديال سبول الحوض ابو ديال بورغراغ، وربما في الشطر المقبل يتم الكلام على
النقل الى غايه يعني الحوض ديال ام الربيع. هناك الكلام يعني حاليا على تحويل الماء من سد يعني واد البخازين الى سد الخروفه من اجل هذه الاشكاليه اللي تكلمت عليها المدينه، خصوصا المدينه ديال طنجه ما تعيش هذه الاشكاليه اللي كانت ربما تعيشها. وربما لولا التساقطات ديال هذا السنه 2023، لولا التساقطات ديال شهر واحد وشهر جوج، راه المدينه ديال طنجه كانت ربما غادي تعرف انقطاعات الماء في خلال شهر خمسه. اليوم وزير التجهيز لمح الى امكانيه اخذ تدابير عاجله من اجل حمايه المياه وعدم تبذيرها، ودعونا اليوم استلمنا السيد بيتاس نطق باسم الحكومه ويتحدث عن التدبير المجتمعي والتعبئه الجماعيه لمواجهه هذه الاشكاليه. فعلا قبل ما المسؤول نمشيو للمساله ديال التعبئه المجتمعيه نهضروا بعدا غير على البرامج اللي كاينه. الا تكلمنا غير على المساله ديال تحليه الماء، راه البرامج يعني والاهداف اللي كانت مسطره هي الوصول الى حوالي 1.7 مليار متر كوب في السنه ديال تحليه الماء. الان مع هاد 12 المحطه لتحليه الماء كنتكلموا على حوالي 170 مليون متر كوب، يعني احنا ما زلنا بعيدين جدا على الاهداف السطره. ايضا من هناك يعني من الحلول البديله ومذكوره حتى هي في التقرير ديال مجلس الاعلى للحسابات، هناك اعاده استعمال المياه، لان منين غادي نستعملوا مياه معالجه مثلا في السقي ديال المساحات الخضراء، رهنا راهني اوني اون تران ديبارني واحد الماء الشاروب اللي راه كنسقيو به المساحات الخضراء. غير المساله وربما هذوما الارقام يعني اللي مفجعه واللي ركزت عليها الصحافه يعني خلال هذ اليومين، هي المساله ديال التضييع ديال حوالي 400 مليون متر كوب اللي كتضيع غير في القنوات. راه غير مسألة الصيانة، لو كانت عندنا صيانة ديال القنوات ديال نقل المياه إما الماء الصالح للشرب أو القنوات من أجل الماء الصالح للسقي، راه ربما غير الصيانة راه غادي نتمكنوا من توفير حوالي 400 مليون متر كوب في السنة. يعني الحلول البديلة كاينة، إلا أنه ممكن يعني باش ما نكونوش مجحفين بحق ما يعني داك الشيء اللي كيدار والبرامج اللي كيدير. هذه المسائل هذه الحلول البديلة هي جد مكلفة. مثلا المشروع ديال التحويل ديال الماء ديال سبول بورغراك راه كلف حوالي 6 ديال المليار ديال الدرهم، وهو مبلغ ماشي سهل التعبئه ديالو. المخطط ديال اللي كنقولوا المشروع ديال المخطط 2020-2050 راه كيتكلم على تعبئه موارد ماليه بحوالي 380 مليار ديال الدرهم، وهي مبالغ بالرجوع يعني القدرات والموارد الماليه ديال الدوله، هما يعني مبالغ جد يعني مكلفه. كنظن بان المغرب في اطار يعني الوضع الحالي غادي يصعب انه يونوري نقولوا هذا عدد ديال البرامج، الا انه يعني الا كنا كنتكلموا على الحلول، الحلول كاينه. يعني ربما نتكلموا هنا على الشق العلمي يعني على الشق التكنولوجي. ساعود اليك لنتحدث في هذه النقطه اذا تفضلت. الاستاذ العيسات، عندما يتحدث الاستاذ الحاج عن هذه البدائل، ربما هذه البدائل تبدا من سلوكنا اليومي. نحن جميعا معنيون بهذه السياسه المجتمعيه وهذه التعبئه العامه من اجل مواجهه هذا الجفاف الكبير والنقص المقلق في الموارد المائية. ما أهمية حملات تحسيسية اليوم؟ أهمية أن نعرف أننا بصدد تضييع الماء وهو عصب الحياة؟ نعم، المغاربة عاشوا جميعا مرحلة الترف المائي، ونستعمل عادات سيئة في بيوتنا لا زالت مرتبطة بحالات الوفرة المائية. لا يعقل اليوم في حالة الشح المائي والندرة المائي والإجهاد المائي كنشوفوا سقي الحدائق بالمياه الصالحة للشرب، كنشوفوا استعمال المياه الصالحة للشرب في المراحيض العمومية. هنا وجب الابتكار والبحث لتطوير الوسائل لاستعمال المياه العادمة داخل المراحيض العمومية في تنظيفها إلى غير ذلك. كنتكلموا كذلك على ترشيد استعمال الماء على مستوى الصناعات كغسل السيارات، كالمجال التجاري، كالمسابح. اليوم علينا أن نتحول في القطاع السياحي من مسابح تستعمل المياه الجوفية إلى مسابح تستعمل مياه البحر. علينا أن نعيد سياساتنا اليومية المرتبطة بالماء إلى سياسة أكثر
حكمة وأكثر ترشيد وأكثر مسؤولية في ثقافة الماء عند المناطق الجنوبية. يعتبر الماء شيء مقدس وتستعمل المطمورة والمطفية إلى غير ذلك، وسياسات الخطارات في إطار ترشيد استعمال المياه. اليوم البحث العلمي كذلك يجب أن يدخل في هذه المجالات لتوفير وترشيد جميع المياه المستعملة. طيب السلوك اليومي، نعم السلوك اليومي المواطناتي يحتم علينا أن نتقدم في سلوكاتنا تجاه أكبر ثروة غالية تحقق الأمن الغذائي والمائي للمغرب. الجانب الإيجابي في المغرب هو أننا جميع الأنهار ديال المغرب داخل الحدود ديالها، جميع مصادر المياه ديال المغرب داخل الحدود ديالها. هناك دول تتقاسم الأنهار وستدخل في السنوات المقبلة إلى حروب حول الماء، لكن حب الله المملكة المغربية أن مواردها المائية كلها داخل حدودها الترابية، وبالتالي علينا أن نعيد السياسة العامة للتعامل مع هذه الموارد المائية. الموارد المائية التي يتم هدرها في البحر علينا أن نعجل ونسرع بالمشاريع ديال الربط المائي لتحقيق العدالة المجالية في توزيع. طيب واضح تماما أستاذ بن عبو، ما أهمية البحث العلمي والتركيز على هذه النقطة؟ في ماذا يفيد مثلا البحث العلمي في مسألة تدبير المياه؟ طبعا البحث العلمي هو مطلوب في هذا الباب، خصوصا نحن نعيش رائقة جفاف جد مؤثر. اليوم كنتكلموا على البحث العلمي في إيجاد بدائل انفتاح الموارد غير التقليدية اليوم من أجل توفير هذا المؤشر ديال الأمن المائي أو الأمن الغذائي. يبقى من يعني من إيجابيات البحث العلمي اليوم عندما نتكلم عن تحلية مياه البحر والكلفة التي يشتغل عليها المغرب اليوم عبر إدخال التقنيات الحديثة في يعني إدخال الطاقة النظيفة من أجل أن تكون الكلفة أقل مما هو يتم إنتاجه في الدول الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا. نتكلم عن إنتاج يعني مياه محلات انطلاقا من البحر. عندما نتكلم عن البحث العلمي اليوم حبذا لو أننا نمشي في اتجاه استعمال هذه المياه العادمة أو المياه ديال الصرف الصحي المعالجة، حبذا لو أننا نمشيو في هذه القضية ديال البحث العلمي ونفتحوا هذه المياه ديال 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 يعني الصرف الصحي المعالجة واستعمالها في القطاع الفلاحي. لماذا؟ لأن اليوم الضرورة أن اليوم نحن في إطار يعني الاستعمال ديال مياه ديال البحر اللي هي مياه مالحة، وكنستعملوا فيها مجموعة من المركبات الكيميائية، مجموعة من المحاليل اللي اشتغل فيها البحث العلمي منذ سنوات وطور مجموعة من الميكانيزمات من أجل أننا نقدروا نوفروا مياه صالحة للاستعمال لا في المجال الصناعي لا في المجال الفلاحي لا في المجال ديال الماء الصالح للشرب. وبالتالي اليوم الانفتاح على مثل هذه الموارد المائية غير التقليدية كالماء ديال الصرف الصحي اللي اليوم اجتهدنا فيه أننا نقدروا نسقيو به فضاءات خضراء ملاعب رياضية حفاظا على المياه الجوفية حفاظا على المياه ديال الصالحة للشرب. ولكن في نفس الوقت حبذا أن البحث العلمي يمشي في هذا الاتجاه على أساس أنه ممكن نوفروا مجموعة من الآليات اللي ممكن أنها توفر لنا هذه المياه اللي من أجل سقي الضيعات الفلاحية والأراضي الفلاحية كذلك. طيب أستاذ الحاج أختم معك، ما هي اليوم البدائل الموجودة اليوم زيادتنا على ما ذكرناه؟ هل ما زال لدينا الوقت لنستدرك ما فاتنا؟ من طبيعة الحال يعني ربما هو الوقت ديال اللي مازال قدامنا من أجل استدراك كما قلتي أستاذة جوهرة، ماشي هو الوقت اللي كان قدامنا هذه 21 سنة، لأن التغيرات المناخية دابا كتعرف تسارع. ربما غير ملاحظة جيدة ربما نضيفها، راه خصنا نعرفوا بأن من الغازات يعني المسببة لاحتباس الحراري، ربما الأغلبية الناس كتعرف بأن كاين ثاني أكسيد الكربون سي أو 2، ولكن في المرتبة الثانية كيجي الميثان، وفي المرتبة الثالثة خصنا نعرفوه كيجي البخار ديال الماء.
البخار الماء هو من الغازات اللي كتسبب الاحتباس الحراري، وربما هنا واحد الحلقه بحال نقول واحد لابوكل، لان الاحتباس الحراري كيرفع من الحراره ديال 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 من الحراره، الحراره الارتفاع ديالها كتسبب يعني التبخر ديال الماء، تبخر الماء الى غير ذلك. الحلول البديله كما قلت كتحتاج يعني موارد ماليه يعني مهمه. ربما هناك تجارب ملهمه في العالم استاذ الحاج. ما نمشوش في العالم، حتى في المغرب هناك تجارب مهمه. غير تكلمت يعني مؤخرا في السؤال ديالك الاخير ربما على مساله الفلاحه، راه غير تغيير نمط السقي في الفلاحه مثلا، غير من ذاك لو سيستيم كما كيقولوا غرافيتاسيونيل ديال الانجذابي اللي حنا كنعرفوا دوك السقيات الى غير ذلك، تغيير من هذا النمط السقي للنمط السقي ذاك بحال بالتنقيط يعني الموضعي، راه كيمكن لينا من الحفاظ على حوالي 90% ديال الموارد المائيه. ملي كنقولوا المعالجه ديال الماء والسقي ديال لي زيسباس فيغ بالماء المعالج بعوض الماء الصالح للشرب، ربما الكميات اللي ممكن نقتصدها. ملي كنقولوا تحليه الماء، هادو من الاوراش يعني المهمه، وسيرتو ان المغرب يعني عنده واجهتين بحريتين يعني مئات الكيلومترات من الماء، ربما هاد الحلول ديال تحليه الماء بما حتى ولو انها كانت مكلفه الا بالرجوع للاهميه ديال هذا يعني الماده ديال الماء كماده حيويه للنشاطات الانسانيه بصفه عامه، ولكن ايضا للحياه، كنظن بان كتجي في المرتبه الاولى. وهذه المساله ديال الماء هي راه حاضره يعني في جميع قمم المؤتمرات المتعلقه بالمناخ، كيحضر يعني من اهم يعني الملفات او القضايا اللي يجب يعني مناقشتها وايجاد الحلول ديالها، هي المساله ديال يعني هذا الارتباط نقولوا الموضوعي ولا العضوي ديال تغير المناخ مع وفره الموارد المائيه، خصوصا بان كنعرفوا بان لا بوبيلاسيون او الساكنه ماشي غير في المغرب، يعني في الكوكب بصفه عامه في تزايد مضطرد، الصناعات ما كتحتاج الماء هي في تزايد مسرع. اذا هناك واحد المعادله من جهه تزايد ديال الطلب كرقم، ربما غير في يعني الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه يعني على مستوى الحوض اللوكوس، من هنا 2050 الزياده ديال الطلب على الماء يعني الماء الصالح للشرب او الماء الصالح يعني للسقي غادي يزيد بحوالي اكثر من 60%. يعني هذه المساله ملي كنقولوا تزيد في المقابل هناك تغير مناخي اللي كيأثر على التساقطات وكيأثر على لو كابتاج ديال الماء يعني المخزون المائي، يعني هاد لو ديريغلومون كيخص يعني الحكومه والمسؤولين بصفه عامه يتنبهوا. وربما يعني وهذا من الخلاصات المهمه اللي جا في التقرير ديال مجلس اعلى الحسابات، هناك الضروره ثم الضرورة ديال التنسيق بين مختلف الفاعلين يعني في المسألة الماء. وحنا في المغرب ربما وما يعني كنقول هناك تعدد المتدخلين من وزارة تجهيز الماء، من وزارة الفلاحة، من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من وزارة الداخلية إلى غير ذلك، من الأحواض وكالات الأحواض المائية، يجب التنسيق. علاش كيتنسيق؟ لأن ربما من الأرقام يعني المقلقة أن هناك حوالي 90% ديال السدود الصغرى والتلية اللي راها تبنات، ولكن لم يعني تعطى للوكالات الاحواض المائيه من اجل التدبير ديالها. عاوتاني نذكر فقط ان الجهه اللجان الجهويه ستكون لها مسؤوليه. نعم. ما غنسميهاش هذا تنصل للمسؤوليه ديال الوزارات القطعيه، هي مساله مزيان تشاركيه، ولكن باش يعني عاوتاني نرميو الحمل لهذه اللجان الجهويه من اجل تدبير الماء، هو من واحد الشق مزيان، كاينه حكمه، كاين نقولوا ان بروكسيميتي، كاين واحد تيريتورياليزاسيون ديال هذا القطاع، ولكن كما كان الحال ملي كنقولوا قله التنسيق باش يعني نديروا برامج ونديروا سدود واللي ما غاديش نعطيوها لهاد الاحواض من اجل تسير، ربما المساله ديال الحكمه ديال التدبير مساله ملحه، وهي من الاولويات اللي جات في التوصيات ديال، وربما التوصيات ديال هاد التقرير هذا فيما يخص هاد المساله هذه في التاليف مشات في المجمل ديالها الى المساله ديال التنسيق بين القطاعات الوزاريه المعنيه بهاد المساله ديال الماء والسدود على وجه الخصوص. وكلنا مسؤولين امام تدبير المياه طبيعه لكن اليوم. شكرا جزيلا لك الأستاذ الحاج على كل ما تفضلت به، الشكر موصول كذلك للأستاذ محمد بن عبو وللأستاذ العسات الذي كان معنا من الرباط. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، برامجنا وأخبارنا ما زالت متواصلة على قناة ميديا تيفي، نرجو أن تواصلوا متابعتنا للقناة.